ازيكم؟ معايا النهارده الحاجه الجميله قوي قوي، الحاجه عطيات. كان جاي على كرسي متحرك بسبب خشونه الركبه من السويس. عملنا 6 جلسات وعملنا 3 جلسات حقن عيوني على الركب، وما شاء الله زي ما احنا شايفين مشيت اهو على العكاز، وشايفين الوقفه الحلوه والضحكه الحلوه بتاعتها. ربنا يخليكي. ربنا يلا وريني يا جميل. مبروكه اصلا. يلا نمشي. ربنا يخليكي. شكرا. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا حبيبي. ربنا يخليكي. تعبتي معانا. ربنا يخليكي. تعبناكي. ربنا يخليكي. ميرسي قوي قوي قوي. انت اللي جميله. وانا اتشرفت بيكي صدقيني، وليكي كمان خالص. ربنا يخليكي ليا يا حبيبي. شكرا. امشي بقى نشوف الماشيه. احنا كان جاي لنا بكرسي متحرك مفيش حركه بسبب الخشونه. ايوه صح. احنا كده 6 مرات جلسات وثلاث حقنات بجهاز الحقن العيوني زي ما احنا شايفين، وتدريب لوحدها مفيش حد حتى سندها. بعد ما شاء الله 6 جلسات وثلاث حقنات بجهاز الحقن العيوني وصلنا للنتيجه دي. روحي على الحمام. شكرا. العفو يا حبيبه قلبي. اهم حاجه انت مبسوطه وراضيه عننا؟ ايوه مبسوطه جدا جدا جدا. ده وكل طقم التمرين عسل. ربنا يخليك. شكرا شكرا شكرا. العفو حبيبي. والاكثر من الاستاذ.